يبعث الناس فيه من قبورهم. مفيش حد يسأل حد، الناس كلها عارفين هم رايحين فين، كأنهم إلى نصب يفيضون، كأن في هناك مكان عالي متعلم وهم رايحين ناحيته. كل الخلائق من يوم أن أفنى ربنا عز وجل الخلائق عند موتها، من أول موت آدم إلى يوم أن تفنى الأرض، كل الخلائق دي كلها تخرج من الأجداث سراعا. ما فيش حد هيتوه، ما فيش حد يسأل تاني يقول لي يا أخي لو الله يبارك فيك هو يوم القيامة الموقف فين؟ ويطلع على طول يمين ويكسر شمال هتلاقي حتة واسعة هناك، هناك بقى لا. الكلام ده مش هيحصل، مش هيحصل أبدا. الناس يهديهم ربهم عز وجل إلى المكان، كلهم يطلعهم ويتوجههم إلى الموقف. يا ترى المسألة تاخد في الوقت وفي الزمن قد إيه؟ الله أعلم. طب يقفون على أقدامهم قد إيه؟ الله أعلم. طب الملائكة يحيطون بهم صفوفا، وجاء ربك والملك صفا صفا، الترتيب ده ياخد في زمن قد ايه؟ الله اعلم. طيب مسألة الشفاعة والخلائق تذهب الى ادم ثم كذا ثم كذا، هتاخد في الزمن قد ايه؟ الله اعلم. واصعب حاجة الفصل بين العباد، كل واحد تتعمل له محاكمة. سؤال بقى من ساعة ما بلغ سن التكليف لغاية لما مات، أقواله وأفعاله كلها يسأل عنها. هناك من يقررون بذنوبهم ثم يبدل الله تعالى سيئاتهم حسنات ويدخلون الجنة رحمة منه وإكراما، وهناك من ينتكسون ويرتكسون والعياذ بالله. يا ترى الفصل بين العباد ده يقعد قد ايه؟ الله اعلم. طيب عبور الناس على الجسر الذي هو احد من السيف وادق من الشعرة ومضروب بين ظهراني جهنم، جهنم يا اخواننا زي البير، بير الطرف بتاعها والطرف بتاعها، هذا هو الجسر. يبقى كل الناس هتعدى على ايه؟ على جهنم. وإن منكم إلا واردها، كان على ربك حتما مقضية. واردها أن يمرون على الجسر، والجسر تحت إيه؟ تحت جهنم، والجسر منصوب بين طرفي جهنم. يبقى اللي يؤمن على الجسر يقع فين؟ يقع فين؟ في المحيط، في النيل، ده يقع في جهنم والعياذ بالله. الناس هتقعد قد ايه تمر على الجسر؟ قد ايه من الزمن؟ الله اعلم. اهل الاعراف واختصام الناس قبل دخول الجنة كم من الزمن؟ الله اعلم. ثم رفع الموت ليراه اهل الجنة واهل النار في الوقت قد ايه؟ الله اعلم. شفاعة الشفعاء قبل كده في الوقت قد ايه؟ الله اعلم. كل هذه الأحداث ربنا سماها إيه؟ يوم. ده كل يوم، يوم مهول نسأل الله تعالى فيه العافية، ونسأل الله تعالى حسن الخاتمة وصلاح الأعمال، وأن يعاملنا بعفوه وجوده وكرمه وإحسانه ومنته.